اجهاد في العضله الضمه، وبالامس ما كانش موجود في المباراه الوديه وفي برنامج تاهيل لمحمود وحيد خلال الفتره القادمه. محمد محمود يا رب باذن الله يعود سريعا خلال الفتره القادمه، صفقه مهمه جدا للاسف افتقدناها الموسم الماضي نتيجه الاصابه اللي تعرض لها اول ما انضم للنادي الاهلي، وان شاء الله يعني بعد حوالي شهر شهر ونص يقدر يخش في التدريبات الجماعيه مع اللاعبين بعد يعني عودته من المانيا في فتره سابقه، دخوله في برنامج تاهيلي اخر في كده مراحل معينه في تاهيل اي لاعب يتعرض لاصابه الرباط الصليبي في الفترات السابقه، لكن ان شاء الله وفقا للتقدير المبدئي اللاعب بيحتاج حوالي فتره تاهيل اخيره تتراوح من شهر الى شهر ونص ويندمج ان شاء الله في تدريبات الجماعيه، ولما لا ان شاء الله يكون بدايه مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا وبطوله الدوري في شهر سبتمبر القادم. في تصريح مهم جدا للكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي، قال حراس الاهلي جاهزين ان شاء الله لانطلاقه الدوري خلال الفتره القادمه، واطمئن على كل الحراس بعد ما شارك محمد الشناوي بالامس في المباراه الوديه امام نادي البلاستيك، ثم دفع كمان بعلي لطفي الى جانب الثنائي احمد طارق ومصطفى شوبير في كمان معسكر اسبانيا. محمد الشناوي راجع من بطوله افريقيا ان شاء الله بمعنويات عاليه، لان محمد الشناوي كان من ضمن الاختيارات كافضل حارس مرمى في بطوله الامم الافريقيه وتوجهت له دعوه عشان يكون موجود، لان كان في قرب جدا من المسافات في الدرجات القياسيه لحارس مرمى متميز في هذه البطوله بينه وما بين رئيس منبلحي حارس مرمى منتخب الجزائر، لكن اكثر من تصدي امبارح لرئيس منبلحي مع فوز الجزائر بالبطوله طبعا اللجنه الفنيه بعد تساوي الشناوي ورئيس منبلحي في اكثر التصديات لحارس مرمى في هذه البطوله، فبالتالي في افضليه الرئيس البوحي لان الجزائر فازت باللقب، لكن محمد الشناوي في اربع مباريات قدر يعمل رقم قياسي في اكثر من تصدي لاهداف وفي نفس الوقت انقاذ مرمى من اهداف محققه حوالي 16 تصدي، وده كان رقم كبير لمحمد الشناوي. رئيس البوحي بالامس بعد المباراه النهائيه وثلاثه تصديات مؤثره تساوى بها مع محمد الشناوي، رغم ان رئيس البوحي لعب ما يقرب من حوالي من 7 إلى 8 مباريات. طيب خبر اخر، ايمن اشرف قال جاهزون لحسم الدوري ونحترم جميع المنافسين، وبالتاكيد اللاعبين النادي الاهلي في التوقيت الحالي كل تصريحاتهم وكل كلامهم بيتكلموا عن نهايه الدوري العام وازاي الفريق ان شاء الله يقدر في مباراتين يحسم الست نقاط ويحقق اللقب رقم 41، لقب رقم 41 ان شاء الله بطوله الدوري، ويكون يعني بطوله محببه لجماهير النادي الاهلي، وهذه البطوله السنه تحديدا ليها خصوصيه مع جماهير النادي الاهلي في ظل المنافسه القويه اللي بدات من اول اسبوع حتى الاسبوع الاخير من مسابقه الدوري العام. ده كان الجزء المحلي والجزء المتعلق بالنادي الاهلي، لكن اروح بسرعه بقى الى كلام جرايد وما كتب في الصحف عن كان مصر 2019.